السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد التدبيره تحتاجوها رمضان ان شاء الله. غادي نصنع لكم فانوس لشهر رمضان، شفتوا راهم يتباعوا غاليين بالبزاف. نحتاجوا هنا هاد الادوات كما راكم تشوفوا فيهم، وهاد البابي هذا اوتوكولو، هذا يتباع عند الكنكايري ولا عند المصحواني تاع المعين، غادي تلقاوهم عنده. يتباع بالرولو، ما يتباعش بالمتر، ولا لقيتي بالمتر ماذا بك. انا شريت رولو كامل، جبت هاد العلبه كما راكم تشوفوا فيها، هذيك علبه تاع كريم، هذيك العلبه تاع لاكريم نقيتها غسلتها وغلفت هذاك الغطاء تاعها بهاد البابي هذا كما راكم تشوفوا فيه، الشكل تاعها جاي رخامي. وقصيت هذوك الحواف، قصيتهم هكا على حساب الغطاء. ونحتاجوا ثاني هاد السبته اللي راكم تشوفوا فيها ديكور ولا ديكوراسيون، المهم تبعوا معايا حتى الاخير تفهموا كيفاش غادي نخدم واش كيفاش غادي يخرج. نزيد ثاني هاد الغطاء التحتاني، شوفوا كيفاش جا، نزيد ندير لها هاد السبته هنايا. تبغوا ديروها هكا، هي تجي مطويه على اثنين، نتوما برك شوفوا كيفاش ديروها تخرج لكم شابه. المهم لصقيها مليح بالكولا. ولا تبغي ديري هاد السته هادي الدوغي، هادي لي بايتي، انا هادي لي بايتي بغيت نديرها من التحت، غطيت هذاك اللي عند وين يتبلع العلبه غطيت بها بهاد السته، وخليت هاد شويه تاع الابيض هكا باين من التحت ما يبانش نورمال. درت لها الكولا يعني تكتري شويه على خاطر ما تشدش مليح، لازم تكتري. وغطيتها بهاد السبته، هذه تتبع ثاني عند لوازم الخياطه، كاين اللي سقساوني عليها وقالوا لي وين صتيها. عند لوازم الخياطه تلقاي فيها كاع الاحجام، رقيقه العريضه، هذه المتوسطه من 1 سنتيم وطلع حتى 5 سنتيم، هذه فيها 3 سنتيمتر. وهاد السبته هذه ثاني تتبع بالمتر، هما في زوج يتباعوا اما بالمتر اما من البوبينه، انا عندي بوبينه كامله ولا تجيبينتي بالمتر. هذيك تاع البايتي تتباع نورمالمون 22 ولا ما عقلت، وهذه والله ماني عاقله وقيله 18 نف للمتر، ما عقلتش انا كانوا عندي بوبينه كامله. هذه غادي نلصقها هنا هكا، مهم تلصقيها زايره مليح، ما تخليش الفارغ باين خاطر شويه غادي تغبنك، مهم لصقيها مليح. انا زدت لصقت هذاك الفيت اللي بيناتهم، ما شغل هي مطبقه على اثنين، كي تجي تشريها غادي تلقاها مطبقه على اثنين. هذاك الفارغ لصقته باش ما يغبنيش، ودرت الكولا مليح في الغطاء وغلفتها. هاد الفوانيس هادو كيما راكم تشوفوا راهم يتباعوا غاليين بالبزاف، السعر تاعهم غالي، يبقى ادوات بسيطه وتخدمي واحد للدار. الا كانوا عندك هاد الصوالح خدميه يخرج لك شباب، وكاين تاع الكرتون وكاين بزاف. انا شفت لقيت عندي هاد العلبه تاع لاكريم، دونك جاتني فكره باش نخدمه على شكل فانوس. اما هذاك الغطاء الفوقاني هذاك تاع لي زور تاع يتباع عند الكنكايريه بالحبه، دير 10000 الوحده اي، ولصقيها من الفوق ولا ديري اي حاجه من الفوق باش يترفد. ونسحقوا تاني الجلد ونسحقوا عواد الشواء، تو تفهموا كيفاش غادي نخدم بهم. هنا برك زيري مليح على هذيك السبته باش ما يخليلكش الفراغ. هنا بعد ما لصقتها غايه وقلعت هذوك الكولا على خاطر تبان فيها، يعني نظفي الحاله ما تخليهاش معمره بالكول، هكا زايري عليها باش ما يبانش هذاك الفراغ بين العلبه وبين الغلاف. هنا جبت هذيك ما قلت لكم، هذه تاع لي زور اللي تجي من نومن، تتباع عند الكنكايري بالحبه، تبغى كبيره صغيره وكاع الالوان والاشكال، كاين ماشي الوان، كاين الاشكال بزاف مختلفه، دير 10 في الحبه. نحتاجو ثاني جلد هذا الشفاف، جلد ترونسبارون. هنا ننصحكم بجلد شويه يكون غليظ، انا درت هذا الرقيق غبنني شويه في الخدمه، ثم ديروا شويه غليظ ويكون شفاف ترونسبارون كاع. ديت على حساب القياس، على حساب هذا الغطاء التحتاني، على حساب التحتاني ماشي الفوقاني، على حساب التحتاني ديت عليه، والطول على حساب ما تبغي الفانوس تاع كبير ولا صغير. ولا انا درت فيه 16 سنتيم هكا، حتى 16 سنتيمتر ارتفاع تاع الفانوس. نقص هذاك الجلد، ونحتاج هاد العواد الشواء كنت قصيتهم طول 16 سنتيم وبنترتهم بالبنتوره البيضاء، ولا تخليهم عواد الشواء باللون تاعهم ثاني ما يبانوش. شو انا لصقت لي الكولا كتعاد ما نشفش، تقلقت عليها شويه ولصقتهم على هذاك الجلد. هنا لصقت فوق هذاك الجلد بالكولا،
هنا غادي هذا ندخله الداخل باش يبان لي كيما القرعه تاع الزجاج، كيما الزجاج وفيه هذوك السبتات البويضين كيما اللي يتباعوا برا. انا غير ننصحكم بالاخر عفوا الجلد يكون شويه متين، يكون شويه غليظ على هذا اللي استعملته. انا هذا استعملت 20 ألف المترة، وانتم جيبوا لي غليظ شويه، وإلا ما كانش حتى نعاود نشوف لكم فكره اخرى تاني سهله باش تعوضوا في بلاصه هذا الشفاف. واش ديروا شويه غادي غبن في الخدمه بصح غير بسياس، وخدمي تكبري قلبك معاه غادي يخرج لك مليح. هنا دورت وخليت فارق قد ما ندخل الشمعه تاعي هذيك تاع البيله، يعني شمعه تكون تاع البيل ماشي شمعه دير النار غادي تحرقي كلش. خليت واحد الفارق هكا باش ندخل الشمعه، وهذا الغطاء الفوقاني نلصقه تاني بالكولا. ايا ويجي هكا، هذا هو الشكل تاع الفانوس. بغيت هنا نزيد نمتنا يعني شويه، بغيت نزيد نمتنا جبت هذا الشريط اللاصق درته من الفوق هكا كوم قعدت شويه طري، هو ما يبانش بصح غير شويه كشغل مشي حاكم روحه مليح، بصح دوك تشوفوا في الاخير ما غاديش يبان. برك ما تخلوش الدراري يخربوا فيهم ولا ما تحركوش بزاف باش هذاك الجلد ما يقعدش يصعد، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. لصقت هذاك الغطاء من الفوق وشوفوا، وهذا هو الشكل النهائي تاع هذا الفانوس. شوفوا كيفاش خرج، خرج يعني تحفه ما شاء الله. تقول شريته يعني تقول مشري ماشي مخدوم، وهذاك الجلد شوفوا كي راه يبان تحسب يزداج. ان شاء الله الى لقاء فيديو اخر ندير لكم فكره اخرى تاع الفانوس.